السلام عليكم، سميتي رشيدة السكوري، رئيسة ديال تعاونية. تعاونية ديالنا كدير أرقى الحور وكدير الأعشاب وكدير أمل وكذلك وكدير بزاف ديال الحوايج، كدير سكسو حتى هو وكدير الخزامة بحال الشيح بحال جميع الأعشاب اللي متوفر عندنا في الجبل، وكدير أملو ديالهم حتى هو، وكدير اللوز حتى هو، وكدير جميع يعني جميع الأعشاب وأرقان بالضبط هو اللي كدير بزاف. نعم لا تعاوني الفلكي أرنسكار سمنت أرنسكار الحشوب أرنسكار اللوز المعرض الفلكي كل شيء استفاد نيس المهمة المعرض الفلكي اتقاين لنا اتقاين لنا تامن سايسي قلت الحجوب قلت ماركة الحجوب اللي نجيس قلت ما تانا عوين مدنا كل من كل الضغبات يرنسن حتى نكني اللهم لك الحمد يا غير ما نشكا لا مدو شين اختي الشين تا اقاد تا جنيت اسبها اذا كنت نظيف ولا ما تزولوش كيف تا زاكورا تا زاليوين كل من يتقسم بنحله كل من ثلاث اخوات ترجع الحمد لله انا صرت بيه الملك المقر الجمعيه او التعاونيه ماني غيلا المقر التعاونيه اللي غيغرب العمل انت رزان غنى غير مقر نلاقيش فورا نحميهم بخير الحمد لله الله يجيكم بخير الله يسركم الله يسر الملك السلام عليكم خير جبنا هذا الشيء ديال التعاونيه ديال قلعه مكنا ارض الورود باش نعرضوا السلعه ديالنا كاين المات الورد وكاين الزيوت وكاين الكريم كاين اللي ماسك ديال الوجه وكاين الصابون والورد اليابس يعني داك الشيء طبيعي وكل شيء جبنا غير هذا الشيء باش نعرضوا السلعه ديالنا في طاطا. السلام عليكم، حورية الصغير رئيسة فيدرالية الوحدة النسوية بفمزكيت، الفيدرالية اللي كتضم واحد 15 جمعية اللي كتهتم بالزرب المصنوعات الصناعة التقليدية وكذلك المنتوجات المحلية اللي من بينها السكسو الحنة البخور الكحال يعني كل ما هو محلي كتهتم بهذه الجمعيات وفكرنا باش نضموا ونديروا واحد الشبكة باش يكون واحد الاتحاد ونحاولوا نسوقوا المنتوجات ديالنا خلال المعارض وكذلك من خلال الأسواق ومن خلال هذه المعارض أننا شاركنا في هذا المعرض الفلاحي اللي الحمد لله كنحاولوا أننا نروجوا المنتوجات ديالنا وكذلك كنعرفوا بها على الصعيد الوطني وكذلك الإقليمي. أنا رابعة وكروم من جمعية القاص الأعلى النسائية للتنمية. المهم المشاركة ديالنا في المعرض كنشاركوا في المعرض شحال من مرة وكنشاركوا بالكسكس التمر الحنة المهم المنتوجات اللي كاينة في طاطا كنشاركوا بها. بارك الله فيك. المشاركة اللي يكون في معرض ولا ديجا تتشاركوا في معارض؟ لا ديما كنشاركوا ماشي أول مرة ديما كنشاركوا في المعرض. لا شكرا على وجهك. السلام عليكم، التعاون الزكي تعاونية مبتدئة وخدامة مزيان معها واحد 20 منخرطة خدامين معها وواحد 20 أخرى خدامة غير بطريقة مباشرة كتخدم في الدار ديالها وغادية مزيان. المرة الأولى ديالنا في معرض كاع أول مرة شاركنا في معرض ما عمرنا شاركنا في شي معرض والحمد لله كانت المشاركة مزيانة واستقبلنا العمل مزيان وشكرنا مزيان وغايدير عندنا واحد الزياره ان شاء الله من القدام ان شاء الله يا ربي. كنشكر جمعنا الاصوات كنشكرهم عطانا الفرصه باش نهضروا نعطيو الكلمه. وحنا كتعاونيه تيسلكيت ساكنين في دوار تيسلكيت التمانرت جماعه التمانرت اقليم طاطا تشاركنا في المعارض بالمنتوجات تاعنا خمسه المنتوجات العسل ديال الدغموس هو اللي عنده الاقبال بارك الله هو هذاك وعندنا حبوب اللقاح وعندنا عسل ديال الليمون وعندنا عسل ديال الربيع وعسل ديال الشوك ايوا هادشي مزيان زعما المعرض عجبنا خدمه شويه خدمنا فيه ايوا حنا كتعاونيه هادشي اللي بغينا نزيدوا لقدام يكونوا عندها المستقبل ان شاء الله ونشاركوا في المعارض الدوليه ونديروا المشاريع كبار وندير الانشطه للشباب ونحلوا
ندستانسات مرو في المغرب ونخرجوا على برا ان شاء الله. نتمناو الخير وشكرا على جريده الاصوات. المشاركه ديالنا بغينا نستافدوا ونبينوا المنتج ديالنا وسكسو ديال الذره وديال الزرع وديال العادي والحلوى والكراوش صافي. جمعيه تمونت ديال فم الحسن الدواري مكادير عمل الطاطا. متنساوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.